تعرف جولمين بأنها باب الصحراء المغربية. هذا اللقب يجعلها مدينة مثقلة بمسؤولية قيادة التنمية في الجهة إجمالا. جولمين اليوم تتوفر فعليا على مركز للاستقبال والندوات، هو الأول والأضخم في الجهات الجنوبية الثلاث، بطاقة استيعاب تناهز 737 مقعدا، قادر على استقبال أحداث ثقافية ضخمة اعتمادا على أجهزة حديثة للعرض، مما سيدعم المكانة الوطنية للجهة ثقافيا. بعد بناء هذا المركز فإن جولمين غادي تكون يعني المركز، ويعني تكون ملتقى التوجهات يعني جميع الملتقيات على الصعيد الوطني، وغادي يعني غتكون جولمين يعني تكون واحد طفره نوعيه كبيره فيما يخص الملتقيات لا الثقافيه ولا السينمائيه ولا الندوات الفكريه، وغادي تكون يعني غادي تكون يعني جهه جولمين موازيه للعاصمات الجهات الاخرى كالدار البيضاء ومراكش والرباط فيما يخص يعني الانشطه الثقافيه. للتعليم العالي أيضا مستقبل في الجهة، مع وجود نواة جامعية تابعة لجامعة ابن زهر في أكادير تستقبل حاليا 160 طالبا في تخصصين، وبهيئة تدريس تزيد عن 10 أساتذة قارين. بدأت الدراسة هذا الموسم فعليا وتسير في أجواء جيدة ووفق ما كان من توقعات. هذه المدرسة العليا للتكنولوجيا التابعة لجامعة بن زهر أكادير، وهي إشعاع للتعليم الجامعي بهذا المناطق، وبطبيعة الحال هي نواة جامعية باعتبار أن هناك مؤسسات جامعية إن شاء الله ستلتحق بها، وكالكليات معدية الاختصاص ستكون في طور الإنجاز إن شاء الله قريبا. قبل أن تكون المدينة على هذا الحال، قبل عقود عانى السكان من هول الفيضانات خصوصا منتصف الثمانينات. اليوم مع استمرار إنجاز مجرى مائي لتغطية وادي مانوشن أحد الأسباب الرئيسة للفيضانات في الماضي، بدأت هذه المخاوف في التبدد. المدينة كانت فيما سبق مهددة بفيضانات، خاصة فيضان سنة 1985، وبعد القيام بمجموعة من التهيئات المائية داخل بمحيط المجال الحضاري تمت حماية المدينة، وهذا مشروع يدخل من ضمن المشاريع التي تكمل تلك المشاريع الهادفة إلى حماية المدينة من الفيضانات. في جبل تير تشهد هذه الصورة على تاريخ ممتد لجولمين نقطة التقاء القوافل التجارية في الماضي، وتشهد كذلك على وجه حضاري جديد يعتمد التكامل كأساس لتلبية حاجيات الاستقرار.